بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ تشابتر 2 اللي هو خلصنا احنا تشابتر 1 وحلينا عليه بروبلمز كثير. بنبدأ في اول محاضرة من تشابتر 2 كيرف لينير كوردينتس اللي هي المحاور المنحنية وليست المحاور المستوية زي الاكس واي زد. هاي تعتبر محاور مستوية لانه الاسطح فيها اسطح مستوية. فخلينا نبدأ بالجنرال كيرفلينير كوردينات. هسا عندي بوينت في الفراغ اللي هي احداثياتها اكس واي زد، تعرف بواسطة الكارتيسيان سيستم اللي هو المحور الديكارتي by setting the equations of the three mutually orthogonal planes. عندي ثلاثة planes orthogonal على بعض، عموديات على بعض. لما انا احدد انه اكس بتساوي سي 1 معناته احنا في البلين على محور الاكس عند النقطة اكس بتساوي سي 1 في عندي بلين بيمتد، خلينا نحكي بالواي زد بلين للما لا نهاية. فانت عبارة يعني لما انا احكي اكس بتساوي سي 1 معناته انا موجود في الواي زد بلين ممتد هذا للما لا نهاية سواء في اتجاه الواي او في اتجاه الزد، بس انا محدد انه الاكس بتساوي سي 1 فهذا يعتبر على يعني خلينا نحكي بلين ما لا نهائي في الواي زد بلين. لما انا اقول واي بتساوي سي 2 معناته انا في البلين في الاكس زد بلين لانه انا على ارتفاع واي على سي 2، فبكون عندي هذا كمان هو بلين ما لا نهائي في الاكس زد بلين. لما انا احكي زد بتساوي سي 3 معناته انا موجود في الاكس واي بلين عند ارتفاع او عند زد بتساوي سي 3. فهذول الثلاث محاور بيتقاطعن، الثلاث مستويات بيتقاطعن في نقطة واحدة هي عبارة عن النقطة هاي البوينت اللي في الفراغ. الثلاث محاور الثلاث بلينز تتقاطع عند النقطة سي 1 سي 2 سي 3. هاي هي احداثيات النقطة اللي موجودة في الفراغ سي 1 سي 2 سي 3. طيب لو انا بدي اختار نظام احداثيات جديد بيتناسب مع خلينا نحكي الحالة الفيزيائية اللي انا عندي، مش دائما الاكس واي زد بنفع لكل الحالات. في عنا انظمة فيزيائية فيها تماثل كروي لذلك احنا بحاجة لاحداثيات اخرى لوصف هذه الانظمة، او في عنا انظمة بحاجة لاستخدام المحاور الاسطوانية لما يكون عندي التماثل خلينا نحكي اسطواني. هاي موجودة خلينا نحكي زي في الفيزياء عام 2 لما يكون عندي سلك ما لا نهائي يحمل شحنة، فاحنا نوصف هذا المجال الكهربائي لهذا السلك الطويل بالتماثل الاسطواني، لذلك احنا بنرسم سطح قاوس على شكل اسطواني حول هذا السلك. طيب فانا بشكل عام اي احداثيات جديدة بدي اعملها بدي اوصف هذه الاحداثيات ب 3 coordinates. الكوردينتس الجديده اللي بدي اوصفها هي عباره عن q1 وq2 وq3. فلاحظوا هاي q1 هي function of xyz، q2 هي function of xyz، q3 كمان function ثالث من xyz. فعندنا هذول الفانكشن هذا لما انا احكي function of xyz بتساوي q1 هاي عندي سطح جديد، سطح جديد، وعندي هذا F2 بيساوي Q2 كمان هذا سطح آخر، و F3 هذا كمان سطح آخر. هذول الثلاثة سطوح الجديدة نفس الشيء بيتقاطع مع بعض عند النقطة B اللي أنا حددتها بالفراغ. يعني النقطة B هي نفسها التي كان إحداثياتها خلينا نحكي C1 C2 C3، بقدر أوصفها بإحداثيات جديدة هي Q1 Q2 Q3، بس بتكون عندي الإحداثيات مختلفة لأنه نظام الإحداثيات كله تغير. فهاي الـ Q1 Q2 Q3 بنسميها الـ General Curvilinear Coordinate of the Point. طبعا لما نحل خلينا نحكي المعادلة لي 2 1 بينتج عندي ثلاث معادلات، إنه X هي Function of Q1 Q2 Q3، Y هي Function of كمان هذول الثلاث إحداثيات، والZ كمان Function of هاي الثلاثة إحداثيات. يعني العملية عكسية، بنقدر نحكي Q1 و Q2 و Q3 هي function of XYZ و XYZ هي function of Q1 و Q2 و Q3. زي ما راح نشوف يعني الإحداثيات هاي راح نطبق هاي المعادلتين سواء 2 1 أو اللي تحتيها، يعني أنا ما رقمتهم اللي هو
خلنا نعتبرها 2 2، اللي هي عكس المعادلة 2 1. كيف نحول من x y z إلى الإحداثيات الجديد، وكيف نحول الإحداثيات الجديدة إلى x y z. فبننتقل ل اللي هو الأورثوغونال كيرفلينير كوردينتس. إحنا أهم إشي من هاي الإحداثيات الجديدة إنها تكون عمودية على بعضها البعض. فإحنا هاي اللي إحنا نهتم فيها الأورثوغونال كيرفلينير كوردينتس. يعني أنا لما أختار 3 كوردينتس جديدة اللي هي Q1 Q2 Q3، أهم إشي عندي إن يكون هذول الثلاثة إحداثيات عموديات على بعضها البعض. فأنا دائما كل إحداثي لازم أختار له اليونت فيكتور. فخلينا نحكي بدي اعتبر A1 هي اليونت فيكتور تبع Q1، و A2 هي اليونت فيكتور تبع Q2، وال A3 هي اليونت فيكتور تبع Q3. فدائما اليونت فيكتور اتجاهه يشير باتجاه زيادة هذا الفيكتور. يعني انا الاي هات اتجاهها باتجاه البوزيتيف اكس، لانه الاكس بتزيد باتجاه البوزيتيف اكس، عشان هيك الاي هات كانت باتجاه البوزيتيف اكس وليس النيجاتيف اكس. نفس الشيء جي هات باتجاه زيادة الواي، الكي هات باتجاه زيادة اللي هو الزد. فهذولا الـ A1 والـ A2 والـ A3 هي بتكون باتجاه زيادة الكوردينت الجديد Q1 و Q2 و Q3. فعشان هيك كتبنا هون انه هذولا oriented toward increasing the values of the coordinates. وكان بنسميهن البيز يونت فيكتور، البيز يونت فيكتورز اللي هن اليونت فيكتورز الاساسيات. طبعا لازم يطبقن الخصائص التالية اللي هن ثلاث خصائص. اول خاصية انه يكون cyclic، يعني A1 cross A2 بيعطينا A3. هاي اول واحدة. كيف يعني cyclic؟ يعني ببدل، بجيب الـ A3 بحطه جنب بدل A1 بالاول، واعمل shift ازاحة لليمين. يعني بصير عندي A3 cross A1 بتعطيني A2، بعدين A2 cross خلينا نحكي A2 cross A3 خلينا نحكي لما نعمل ازاحة ثانية A2 cross A3 بتعطيني A1. فهاي هي cyclic، يعني هاي المعادلة الموجودة عندي A1 cross A2 يساوي A3. بعدين بجيب الـ A3 بحطه بالأول بصير A3 cross A1 بتعطيني A2. بعدين بجيب الـ A2 بحطه بالأول بصير A2 cross A3 بتعطيني A1. هاي معنى cyclic. زي الـ I والـ J والـ K، يعني I cross J بتعطيني K، J cross K بتعطيني I، K cross I بتعطيني J، وهكذا. هسا الدوت برودكت بيناتهم هذول لازم يعطيني الزيرو، لانه هن اورثوغونال عموديات على بعضها البعض. فلاحظوا A1.A2 وA2.A3 وA1.A3 بتعطيني كلهن زيرو لانه اورثوغونال. زي الـ I.J، J.K، K.I كله بيعطيني زيرو. هسا لما نعمل دوت برودكت بين البيز فيكتور يونت فيكتور مع نفسه بيعطيني واحد، لان هن اسمهن يونت فيكتور يعني مقدارهن واحد. ف A.1 A1.A1 يساوي A2.A2 يساوي A3.A3 ويساوي 1. فهيك بطبق الاورثوغونال كوردينيت. طيب هسا بنيجي على الديسبليسمنت. الديسبليسمنت بدي بشكل عام اكتبها DL. DL هاي عبارة عن، طبعا زي ما كنا خلنا نحكي displacement في ال XYZ هي عبارة عن DX في ال I زائد DY في ال J زائد DZ في ال K. هنا بيتغير انه مش شرط عندي الاحداث يكون زي ال X وال Y وال Z، هو احداثي طول، ممكن احداثي زاوية. فعشان هيك احنا حطينا هذا ال G1 هنا، ال G1 صار عندي A1 G1 في DQ1 زائد A2 اللي هي اليونت فيكتور، G2 في DQ2 زائد A3 G3 DQ3. فهذول الـ J1 والـ J2 والـ J3 بنسميهن scale vectors، عشان إذا كان إحداثي مش طول نضربه بالـ scale factor عشان يصير عندي طول. فخلينا نحكي حتى نعرف شو هن الـ J هاي بالنسبة لكل إحداثي. في عندي طبعا معادلة أنا اختصرتها، يعني إنه حطيت يعني إنه الـ J_i مكتوب بتساوي هي الـ H_i في المعادلات يعني طويلة. فبشكل عام في قانون لحساب الـ H_i، يعني هسا كأنه الـ J_i هي نفس الـ H_i. بدي أحسب الـ H_i هسا، أي خلينا نحكي طول مربع DL تربيع بتساوي من i يساوي 1 إلى 3 اللي هن الثلاث إحداثيات، H_i تربيع، DQ_i تربيع. حيث الـ H_i تربيع هاي تعريفه، بنطبق عليه هسا في المثال القادم.
الـ HI حتى أحسبها هي مشتقة الـ X بالنسبة للـ QI اللي هو حكيت لكم الـ Q هي 1 2 3، فأنا بطبق واحد واحد، أول شيء الـ Q1 بعدين الـ Q2 بعدين الـ Q3، فمشتقة X بالنسبة للـ QI تربيع زائد الـ Partial Y Partial QI تربيع زائد Partial Z Partial QI تربيع. راح نشوف المثال القادم حتى يوضح عندي هاي. طيب هذا بالنسبة للطول. هسا الـ element of area اللي هو المساحة دي A I J، هاي element المساحة بتساوي دي ال I مضروبة في دي ال J، يعني هو عبارة عن طول ضرب طول. هسا أنا عندي ثلاث إحداثيات، يعني احتمال يكون هاي دي A I هي دي A 1 2 أو 1 3 أو 2 3 حسب، يعني زي أنا بدي اختار في الاكس واي زد بلين، يا اما انا بكون في الاكس واي او في الاكس زد او في الواي زد، فدائما احداث المساحه بيكون في تو بلينز من الثلاثه كوردينيت. فلاحظوا هنا انا بحط اتش اي اتش جي دي كيو اي دي كيو جي، حيث اتش اي واتش جي هذول حكيت لكم سكيلينج فاكتور حتى يعملوا هذا الكوردينيت، هو عباره عن طول، لانه المساحه هي عباره عن طول ضرب طول مش زاويه ضرب طول او اشي. طيب اخر شيء ذا element of volume اللي هم نضربهم الثلاث دي ال1 في دي ال2 في دي ال3، فهيك حطيناهم الثلاث بدون ما نحط اي جي لانه احنا استخدمناهم الثلاث. هون في ال element of area حطينا اي جي لانه حكيت لكم يا اما 1 2 يا 2 3 يا 3 1، فهون حطيناهم الثلاث فهي عبارة عن h1 h2 h3 فدي q1 دي q2 دي q3. عندي هنا مثال اللي هو اخترنا اللي هو spherical coordinate system اللي هو احداثياته r وثيتا وفاي، هذول الثلاث احداثيات المستخدمة في الـ spherical coordinate. المعادلات التي تربط الـ x y z بالـ r ثيتا فاي هي عبارة عن الـ x بتساوي r sin ثيتا في cosine فاي، الـ y بتساوي r sin ثيتا في sin فاي، والـ z بتساوي r cosine ثيتا. هذول الثلاث معادلات اللي بيربطن الـ x y z. طيب هسا بدي احسب انا ال HI زي ما شفنا هون في المثال السابق اللي هو عندي هون في الصفحة رقم 2 اخر الصفحة. ال HI تربيع هي بدي اشتق بالنسبة لل R ال QI وال QI هن عندنا هون ال R والثيتا والفاي، فهون بدي استخدم هاي المعادلات لحساب هذا ال HI. فاول اشي من ال I هو ال R، فلاحظوا انا عوضت هون مكان ال I عوضت ال R اللي هو الاحداث الاول HR تربيع، بدي اشتق DX بالنسبة لل R تربيع زائد DY بالنسبة لل R تربيع زائد DZ بالنسبة لل R تربيع. هاي المعادلات موجودة عندي X بتساوي R sin theta cosine phi، فلما اشتقها بالنسبة لل R الاشتقاق بطلع sin theta cosine theta بربعه، بدي اشتق ال Y بالنسبة لل R sin theta sin phi بربعه، بدي اشتق بالنسبة لل Z اشتقاق عبارة عن cosine theta وبربعه. فلاحظوا هون عنا ربعت الساين ثيتا كوساين فاي تربيع ساين ثيتا ساين فاي تربيع زائد كوساين ثيتا تربيع. هسه هون عندي انا بجمع هون الساين ثيتا تربيع عامل مشترك، كوساين تربيع وساين تربيع فاي هي عبارة عن واحد، فبصير عندي ساين تربيع ثيتا في واحد. هسه ساين تربيع ثيتا زائد كوساين تربيع ثيتا بتعطيني واحد، فاذا ال HR طلعت واحد، ال HR طلعت واحد لانه اصلا ال R هو عبارة عن طول، فالسكيلينج فاكتور له واحد، ما في داعي انه اضربه بشي حتى احوله لطول لانه ال R هو عبارة عن طول. نيجي عندي على الثيتا، بدي اشتق ال X بالنسبة للثيتا، بدي اشتق ال Y بالنسبة للثيتا، بدي اشتق ال Z بالنسبة للثيتا. مشتقة الساين ثيتا هنا كوساين ثيتا، مشتقة الساين ثيتا هون كوساين ثيتا، مشتقة الكوساين ثيتا هنا ناقص ساين ثيتا، بس لاني بربع بروح الناقص. فالاجابات بحطن هنا اللي هو R تربيع، طبعا هنا لما انا اشتق بالنسبة لثيتا بدي اخلي الار كوساين فاي واخلي الار ساين فاي واخلي الار هنا في الزد، فلاحظوا انه انا بشتق الساين ثيتا والباقي يعتبر ثابت، يعني هنا مشتقة الاكس بالنسبة للثيتا هي عبارة عن ار كوساين ثيتا كوساين فاي، فهذا كله بعمل له تربيع. نفس الشيء بالنسبة لل، فهنا بالنسبة للثيتا عندي ار تربيع كوساين تربيع فلاحظوا اول حدين عندي الار تربيع كوساين ثيتا تربيع عامل مشترك، فبصير عندي كوساين تربيع فاي زائد ساين تربيع فاي هي بتعطيني واحد، بصفي عندي ار كوساين تربيع ثيتا او ار ساين تربيع ثيتا، ساين تربيع ثيتا زائد كوساين تربيع ثيتا لما اخذ الار تربيع عامل مشترك بيعطيني واحد، فعندي اذا الاتش
ثيتا تربيع تطلع عندي ار تربيع، اذا اتش ثيتا تطلع ار. اذا الزاوية ثيتا اللي هي الكوردينت رقم 2 حتى تتحول لطول لازم اضربها في ار، فعندي بصير عندي الدي ثيتا اللي هو دي ال ثيتا، اقصد الطول باتجاه ثيتا لازم اضربه في ار، بس راح نكتبها في الاخير. الفاي نفس الشيء، بدي اشتق بالنسبة للفاي، برجع المعادلة الاصلية. المعادلة الاصلية لما اشتق بالنسبة للفاي هنا مشتقة الكوساين ناقص ساين فاي، مشتقة الساين فاي كوساين فاي، لما اربع بروح السالب، فبصير عندي ار تربيع ساين تربيع كوساين تربيع. طيب اذا هنا لاحظوا عندي هنا ساين تربيع ثيتا، ساين تربيع ثيتا عامل مشترك بالار تربيع، فيصير عندي ساين تربيع فاي زائد كوساين تربيع فاي يساوي واحد، اذا الجواب يطلع عندي ار تربيع ساين تربيع ثيتا. اذا اتش فاي هي عبارة عن ار ساين ثيتا لما اخذ لها الجذر لهذا اللي قبله. فعندي اخر اشي الطول، الطول عندي باتجاه الار هي عبارة عن اتش ار في الدي ار، الاتش ار طلعت عندي واحد لاحظوا، فاذا الطول باتجاه الار هي عبارة عن دي ار فقط. الطول باتجاه الثيتا عبارة عن اتش ثيتا اللي طلعت معي ار اللي هي ار دي ثيتا. الطول باتجاه الفاي هي عبارة طلعت معي لاحظوا هنا ار ساين ثيتا، فهي عبارة عن ار ساين ثيتا دي فاي، فهي هي الطول باتجاه الفاي. بهيك بنكون انهينا البارت الاول من يعني تشابتر 2. لاحظوا انا باخذ مش كل السكشن اللي موجودة، باخذ فقط السكشن اللي انا بختارها من خلال هذا التشابتر، حتى يعني ان شاء الله هذا بيعتمد على اللي قبله التشابتر هذا، فرا ان شاء الله راح ننهي يعني بوقت اقصر من التشابتر 1.